السلام عليكم، معكم رحاب من قناة رحاب والتطريز. أهلا بكم معايا النهاردة فيديو جديد وهنتعلم غرزة جديدة مع بعض. غرزة النهاردة اسمها سلسلة، هنشوف ازاي. بنسحب الخيط بالراحة، مش بنشده للآخر، لأن لو شدناه للآخر الغرزة مش هتطلع مظبوطة. من جوه السلسلة الأولانية بدخل هو بالشكل ده، مش بشد للآخر، بس بحافظ على المسافات تكون كلها قد بعض. المسافات لازم تكون قد بعض. استخدامات غرزة السلسلة، ممكن نستخدمها في أغصان الورد، ممكن نستخدمها في تحديد ورق شجر، يعني تقريبا استخداماتها نفس استخدامات غرزة الفرع. دلوقتي لما تحبي تثبتي، طبعا مش هينفع نثبت كده، لازم ندخل من هنا علشان نمسك اخر غرزة، نثبت اخر غرزة يعني كده، وبعدين من بره خالص بندخل وبنثبت بالشكل ده علشان ما تتفكش وتبقى ثابتة جدا زي ما شايفين. غرزة بسيطة وسهلة، ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. ماشي ظهرها. ولو عندكم اي غرزة عايزين تتعلموها او عايزين تعرفوها كلموني، يعني ابعتولي في التعليقات وان شاء الله اعملها لكم. مع السلامة.